عايزك تتخيل معايا انه في وقتنا اللي احنا فيه ده وفي زماننا ده لسه في اطباء حوالين العالم وبالاخص في الغرب بيمارسوا الغطرسة والتجارب المشينة على المرضى بتوعهم، استخدموا الاعضاء الداخلية في اجساد البشر عشان يدونوا عليهم اسمائهم. تخيل كده معايا، مريض رايح يعمل عملية، فالطبيب بعد ما يخلص العملية يروح ماضي بحروف اسمه على كبد المريض. تخيلت؟ اليوم يا سادة هنكمل الجزء الثالث من مجموعة حلقات أطباء من الجحيم وتجارب لا أخلاقية، والنهاردة هنتكلم عن أهم مشروع تجريبي على البشر وهو مشروع MK-Ultra. ومشروع MK-Ultra هدفه الأساسي هو السيطرة على عقول البشر. أكيد مش من السهل إن حد يسيطر على عقلك، ولكن أنت عارف العلم ملوش حدود. قبل ما نبدأ حلقتنا حابب أطلب من حضراتكم طلب. الفترة الأخيرة كتير من المتابعين طلبوا مني أني أدخل وأقدم محتوى قصير على تطبيق التيك توك. بصراحة أنا كنت حاسس أن محتوانا أرقى من فكرة الفيديوهات القصيرة، ولكن قلنا ليه لأ، تعالوا نخوض التجربة. وكانت تجربة رائعة، بقى فيه محتوى قصير ورائع بنقدمه من خلال قناتنا على التيك توك. يشرفني أن حضرتك تفتح صندوق الشرح دلوقتي تحت الفيديو، هتلاقي لينك يوديك لقناتنا على تيك توك. شرفنا واشترك في القناة، في محتوى هناك رائع، ودي أول مرة أطلب من حضراتكم حاجة، فأكيد مش هتكسفوني. وكمان بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة هنا على اليوتيوب وتفعيل الجرس عشان تتابع معنا كل جديد، وإنك تدينا لايك تقديرا منك لمجهوداتنا. ما تنساش اللايك، ده شيء بسيط جدا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. الطبيب المتغطرس، ده الاسم اللي أطلقوه على الطبيب سيمون براماهو، واللي اتمنع من ممارسة الطب نهائيا وتم شطب اسمه من سجلات الأطباء، وده بسبب أنه تعمد حرق أجباد المرضى اللي وثقوا فيه وسلموا أنفسهم تحت التخدير في عمليات زراعة الأعضاء، واللي اعترف بعدها أنه استخدم شعاع الأراجون اللي بيستخدموه لإيقاف نزيف الكبد، هو استخدمه على درجات عالية عشان يوقع أحرف اسمه الأولى على أعضاء المرضى من سنة 2013. الأخ كان بيسجل على كل عضو بيشتغل فيه حرفين SB اللي هي أول حروف اسمه، وده وقت ما كان بيشتغل في مستشفى الملكة إليزابيث في بريطانيا، وبالتالي تم منعه من ممارسة الطب نهائيا والتشهير به. طيب القصة ابتدت منين؟ أحد الأطباء زمايل سيمون كان بيعمل عملية تانية لمريض كان عمل له سيمون عملية قبل كده، فلقى على كبد المريض حرفين محفورين SB، فالطبيب راح مطلع تليفونه وراح مصور الكبد اللي محفور عليه بحجم 4 سنتي مربع حروف سيمون الأولى، وراح واخد الصورة وعرضها على إدارة المستشفى. الكلام ده سنة كام؟ 2013، ودي الحالة اللي اكتشفت ساعتها، ولكن ما خفيها كان أعظم. المهم حصلت بلبلة كبيرة عن الموضوع ده، وعليه قدم سيمون براماهول استقالته من مستشفى سنة 2014، ولكن الموضوع ما تقفلش. الموضوع راح للقضاء بس خد له شوية وقت حلوين. سنة 2018 أصدرت المحكمة حكم على سيمون بممارسة العقوبة المجتمعية لمدة 12 شهر وغرامة 10,000 جنيه استرليني، وده بعد اعترافه انه عملت كده على 2 من مرضايا فقط. والعقوبة المجتمعية دي عقوبة حاجة طرفية كده، يعني بدل ما تتحبس فنقوم بأعمال خدمية للمجتمع لمدة 12 شهر، وانك تفضل متابع مع طبيب نفسي عشان يتابع حالتك والحاجات اللي زي دي كده يعني، وده كله بدل ما يتحبس ويدخل السجن. من ضمن نصوص التحقيقات في القضية دي او في المرحلة الاولى منها، سيمون قال للمحققين انه كان بيعمل كده عشان يخفف من حدة التوتر اللي بيحصل في غرفة العمليات، بسبب ان عملية زراعة الاعضاء بتكون صعبة وطويلة، فبنفك اليوم كده ما تبقاش قفوش عادي، يعني المشكلة ما كتبت اسمي على كبد الراجل، اضحك في سرك. المرحلة الثانية من القضية كانت في ديسمبر سنة 2020، صدر قرار من محكمة الممارسين الطبيين بإيقافه عن العمل لمدة 5 شهور فقط كعقاب ليه عن أفعاله، إلا إن مجلس الطب العام ما عجبوش الحكم ده واستأنف ضد القرار، وتعادت المحاكمة تاني عن طريق محكمة الممارسين الطبيين، وصدر قرار وحكم نهائي، وقالوا ساعتها في حيثيات الحكم إنه تصرفات سيمون نتجت عن درجة من الغطرسة المهنية، وإنه قرار الإيقاف غير كافي لحماية المصلحة العامة، وعليه
فصدر حكم بشطب اسمه نهائيا من السجلات الطبية، وانه ممنوع نهائيا من ممارسة الطب، وان دي هي العقوبة المناسبة والمتناسبة طبقا لنص الحكم. طبعا سيمون قبل ما يتكشف افعاله المشينة كان ليه سلسلة من الالقاب الطبية والشهادات العلمية الكبيرة، وكمان اوسمة رفيعة من الدولة، كان من اكبر الجراحين وبيحاضر في مستشفيات جامعات بريطانيا، وكان نائب مدير قسم الطب في مستشفى الملكة اليزابيث، وعضو في الكلية الملكية للجراحين. ولكن بعد أفعاله المشينة لم يطلق عليه إلا اسم واحد فقط، وهو الطبيب المتغطرس. سنة 1953 وكالة المخابرات المركزية CIA حطت كل برامج ونتائج أبحاثها وشغلها على مدار كل السنين اللي فاتت، ومعها نتائج التحقيقات والاستجوابات في كل القضايا اللي مرت في تاريخها، كل ده جمعوه في برنامج واحد اسمه MK Ultra، وده كان بطلب رسمي من مدير وكالة المخابرات المركزية وقتها، وهو ألان دالاس، وحط المشروع بالكامل بكل موارده تحت إدارة الدكتور سيدني غوتليب بميزانية وصلت ل 25 مليون دولار، ودول بالمناسبة وقتها كانوا رقم كبير جدا. وتم بدء التجارب على البشر في 80 مؤسسة مختلفة. في مذكرة اتسربت لمسؤول في وكالة CIA اسمه ريتشارد هيلمز عن مشروع MK Ultra، واللي كان مكتوب فيها ان الهدف الاساسي هو تطوير مادة كيميائية تسبب حالة نفسية شاذة، وقالوا كمان انها قادرة تعكس الحالة دي 180 درجة ولكنها غير سامة، وبتخلينا نقدر من خلالها نتنبأ رد فعل الشخص ده ايه، بالاضافة انها قادرة تخلينا نشوه سمعته من غير اي تدخل مننا وقت ما نحب، ونقدر كمان نزرع الافكار ونستخلصها من العقل، وغيرها من اشكال التحكم في عقول البشر. كلام كبير مش سهل خالص. طيب سنة 1954 اتعمل مشروع اسمه QK Hilltop، وده كان تابع برضو CIA، بس ده كان كل هدفه دراسة تقنيات غسيل الدماغ الصينية، يعني مشروع بيدرس مشروع او بيشوف ازاي يصد النتائج اللي وصل لها المشروع بتاع الدولة التانية، لانه على جانب اخر من الكرة الارضية كانت الصين شغالة على مشروع اسمه باللغة العربية غسيل الدماغ، وده كان هدفه تطوير اساليب الاستجواب بصورة فعالة. المهم المشروع الامريكي ده كان تحت ادارة الدكتور هاولد وولف، طلب من CIA كل الملفات المسجلة عندهم الخاصة بالتهديدات او الاكراه او السجن او الحرمان او الاذلال او التعذيب او غسيل الدماغ او الطب النفسي الاسود او التنويم المغناطيسي، كل ده بقى سوا مع او بدون عوامل كيميائية. هاولد وولف وفريقه هيعملوا ايه بقى؟ هيجمع ويصنف ويدرس ويحلل عشان في الاخر يوصل لردود افعال البشر في كل حالة من دول، فيقوم على اساسه تطوير تقنية جديدة لاستخدام الذكاء الهجومي او الدفاعي، وفي الاغلب هيستخدموا مواد كيميائية مع التقنية دي. غريب، مش سهلين خالص الجماعة دول. المهم ابتدوا يشتغلوا على تقنيات قادرة انها تحط العقل البشري تحت ضغط غير طبيعي، لدرجة انها قادرة تخلي المخ يتدمر من الضغط، بتتحكم في عقلك وفي مزاجك وفي اعصابك. طلب وولف من CIA انها توفر اشخاص مناسبين ومكان مناسب لاداء التجارب، وابتدوا تجاربهم، واقل ما يقال عن النتائج دي انها كانت كارثية. في عملية سموها ذروة منتصف الليل، ودي كانت جزء من المشروع الأكبر للتحكم في عقول البشر اللي كان اسمه MK Ultra، والمشروع ده هنتكلم عنه بالتفصيل. المشروع ده كان قائم على السيطرة على عقول البشر عن طريق المواد المهلوسة، وكانت أكتر مادة مهلوسة وقتها بيستخدموها هي مادة LSD، ودي من أقوى المواد المهلوسة اللي اتوجدت على ظهر الأرض، هي ومادة DMT، ودي المادة اللي اتعمل عنها فيلم الفيل الأزرق. المهم عملية ذروة منتصف الليل دي كانت سنة 1954 تقريبا، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عملت بيوت آمنة في سان فرانسيسكو ومارين ونيويورك، والبيوت دي كانت عبارة عن بيوت للدعارة، من خلال انهم عندهم على قوائم موظفينهم عدد كبير من السيدات البغايا، فبيستدرجوا المدنيين للبيوت دي وبيتم حقنهم بمادة LSD، وكانت غرف البيوت دي جدرانها عبارة عن زجاج
أحادي الاتجاه، اللي هي أنت هنا مش شايف حاجة، بس الناحية التانية شايفين وقاعدين بيتفرجوا على كل حاجة وبيصوروها كمان. وطبعا كانوا بيشوفوا ويسجلوا إنه إزاي تحت تأثير المواد المهلوسة دي بيتغير عقلية الشخص بصورة جذرية وكبيرة جدا، بصرف النظر بقى عن إنها تجارب لا أخلاقية وغير قانونية. بعدها اتوسعت العمليات دي بصورة كبيرة، وابتدوا يعمموها ويعملوها في المطاعم والشواطئ عشان يسجلوا ردود أفعال الناس. أقول لك التقيلة، كانوا بيعملوا التجارب دي على موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نفسها، اللي كانوا بيشكوا بس فيهم إنهم عملاء لدول خارجية أيام الحرب الباردة. كانت النتائج فعلا كارثية، في حالات اتسجلت في ناس جالها أمراض مزمنة قعدت معاها طول حياتها، زي بعضهم جالوا وهن طويل الأمد. وفي كمان تقارير بتتكلم عن وفيات كتيرة بسبب التجارب دي والمواد المهلوسة دي. في عميل من السي اي اي اخد جرعة بدون قصد في فنجان قهوة الصبح، بعدها نزل يجري في شوارع واشنطن وجاله زهان استمر معاه لأيام، وحكى بعدها انه كان بيجري لانه كان شايف ان في وحوش بتطرده. وفي حالة تانية لدكتور في الجيش الامريكي اسمه فرانك أولسن، دخل في اكتئاب عميق بعد ما تم تخديره بمادة LSD، وده كان بشكل مفاجئ. وما ابتدت الاثار والاعراض تشتد عليه، رمى نفسه من الدور ال 13 ومات. عيلته بتقول انه لا، السي اي اي هم اللي قتلوه، لانه لما عرف اثار تجاربهم بماده ال LSD قرر يفضحهم، فحقنوه ورموه من الدور ال 13. ماده LSD هي ماده صلبه عديمه اللون والرائحه والطعم، ده مركب شبه قلوي ومن اقوى المهلوسات المؤثره على العقل. جرعه صغيره منه كافيه انها تدخلك في رحله محدش عارف هتطلع منها ولا لا، وبيطلق عليها برضو اسم INN. هي نفس الماده ولكن في بعض الاختلافات الطفيفه، وده من عائله ارجلين المعروفه جدا باثارها النفسيه العميقه، اللي من خلالها بتقدر تدخل في عمليات تفكير مختلفه ومتغيره. رؤيه العين بتختلف، الالوان بتختلف، الاصوات بتختلف، حتى الاحساس بيختلف، حتى الوقت ومدته وطوله وأسره بيختلف. ومن أعراضه اللي بتفضل معاك هي القلق الدايم والتوتر وجنون العظمة والأوهام المستمرة. الكلام اللي جاي ده كارثي. سنة 1957 وبالتحديد في مدينة مونتريال في كندا، وبتمويل من وكالة الاستخبارات المركزية CIA، في طبيب نفسي مشهور جدا اسمه دونالد آين كاميرون، افتكر الاسم ده كويس، بيشتغل في معهد اسمه ألان موميريال، فعله مشروع اسمه 68 أو 68، وده كان برضو مشروع تابع للمشروع الأم اللي هو MK Ultra. المشروع ده كان مختلف تماما عن كل اللي فات، الناس دي كانت دماغها وحشية بدرجة رهيبة. المشروع ده كان قائم على فكرة إزالة أنماط الأفراد. هوضح لك أكتر. عارف لما يكون عندك 40 سنة كده مثلا، وحياتك مليانة بالذكريات والمشاعر والأفكار والدراسات والأشخاص والتجارب إلخ، كل ده همسحهولك تماما وأرجعك بعقل عيل صغير لسه مولود النهاردة. فاكرين كانت بتحصل في بعض الافلام الامريكيه زي فيلم ادجستمنت بيوري، وكانوا بيسموها اعاده الضبط، بيمسحوا من عقلك كل حاجه، وبعدها بيعملوا عمليه اسمها اعاده بناء، وده من خلالها بيستلموك شخص بالغ بعقليه رضيع، ويحطوا في راسك بعد كده كل الافكار والتجارب والمشاعر وكل حاجه هم مختارينها وعايزينك عليها تكمل حياتك. يعني بيشكلوك من جديد، بيبنوك من جديد. طيب ازاي بيقدروا يعملوا كده؟ الطبيب كاميرون كان بيستلم الشخص اللي هتتعمل عليه التجربة، وبيكون في الاغلب الشخص ده مش عارف انه هيتعمل عليه تجربة، وبيدخلهم في غيبوبة كاملة، ودي بتكون ناتجة عن حقنهم بالمهلوسات والمخدرات لمدة 88 يوم متواصلين، وصعقوهم بعدها بصدمات كهربائية يوميا على مدار شهور. وصلت عدد الصدمات ل 360 صدمة لكل شخص. وبعدها بيعمل حاجة اسمها القيادة النفسية على أفراد التجربة، ودي عن طريق أنهم بيحطوا سماعات على ودان الأشخاص بيتكرر فيها نفس الجمل ونفس الكلمات بصورة مستمرة ودائمة. يعني مثلا كل واحد على حسب أنت عايز تزرع فيه إيه، مثلا عبارات وأفكار زي أنت زوجة وأم جيدة والناس بتحبك أو العكس، ده مثال يعني. والسماعات دي كانوا بيحطوها في خوذة زي بتاعت الأمريكان فوتبول، وبيكونوا معتمينها من عند العين عشان يحرموهم من الحواس، وتفضل أنت عايش في بحر التعذيب ده. عارف فيلم ذا آيلاند؟ كانوا بيعملوا فيه نفس الجزئية دي من التجربة، والأصوات دي كانوا بيفضلوا يسمعوا لهم لمدد بتوصل لعشرين ساعة في اليوم. أنت متخيل مقدار الألم والعذاب؟ في حالة من الحالات كاميرون فضل يسمعوا نفس الرسالة بصورة مستمرة لمدة 101 يوم. الطبيب كاميرون ده كمان كان عامل غرفة عزل كان بيحبس فيها الأفراد لمدة طويلة بدون أي حواس
الحواس نهائيا، لا صوت ولا ضوء ولا لمس ولا اي حاجه خالص. كاميرون كمان كان بيعمل تجارب غيبوبه الانسولين، كان بيحقن الافراد بكميات كبيره جدا من ماده الانسولين مرتين يوميا لمده بتوصل لشهرين بصوره مستمره. والأسوأ والأسوأ انه كان في من ضمن الافراد اللي معمول عليهم التجارب دي اطفال. متخيل؟ والله احنا نحمد ربنا اننا جينا في الايام بتاعه دلوقتي دي، وفي مجتمعاتنا دي احنا ارحم واحسن منهم بكتير. بيظهروا لك انهم متحضرين ومتقدمين وهمهم البشريه والانسانيه، وهم في الخفا شويه قتله. الصريخ المتكرر للافراد في التجربه دي في جميع انحاء المستشفى ما غيرش من نوايا كاميرون البشعه واصراره الشديد على مسح هويه الأفراد تماما. وكالة الاستخبارات المركزية كان عندها تخوف شديد من ان التجارب دي تتفضح في يوم من الايام، وده اللي ظهر في تقرير مسرب للمفتش العام سنة 1957، واللي قال فيه يجب اخذ الاحتياطات اللازمة وليس فقط لحماية العمليات من ان تكشف امام قوات العدو، ولكن ايضا لاخفاء تلك النشاطات عن عامة الشعب الامريكي بشكل عام، وانه لو تعرف ان الوكالة بتنخرط في انشطة غير اخلاقية سيكون له اثر خطير في الدوائر السياسية والدبلوماسية. اعمل سيرش عن تقرير المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية سنة 1957 وشوف واقرأ. سنة 1963 وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت أغلب أساليب الأبحاث اللي خرجت من مشروع MK Ultra، والمشروع ده يتسمى بعد كده بكتيب كيو بارك لمكافحة الاستجواب. خدوا كل اللي حصل ده وعملوا منه دليل شامل يتم استخدامه مع البشر. كاميرون ظهر معنا تاني واستخدموه في عمل محاضرات لكل كتائب الجيش الأمريكي لتعليم العسكريين والقيادات كيفية استخدام تقنيات MK Ultra، وأمثلة زي دي من اللي احنا تقريبا بنشوفها في الأفلام زي تغطية رؤوس السجناء والحرمان الحسي والعزل لفترات طويلة والإزلال وغيره كتير، وإزاي بيستخدم التقنيات دي في عمليات الاستجواب، ومحدش عارف هما بيستخدموها لغاية دلوقتي ولا لأ. في جلسات الكونجرس ركزت وسائل الإعلام على كل القصص اللي كانت بتتسرب من عمايلهم السودة دي، زي تجارب عقاقير الهلوسة والسيطرة على العقل وغسيل الدماغ وإعادة الضبط والبناء وتجارب تانية كتيرة جدا. وكانت نادرا أما بتستخدم كلمة تعذيب المدنيين، كانوا دايما بيسموها تجارب، بس هي كانت تجارب فعلا لا أخلاقية ولا بشرية بالمرة. كانوا بيرتبوا ويخططوا للتعذيب والاغتصاب والإساءة النفسية للأطفال والكبار، وكل حاجة بشعة كانوا بيعملوها، وده أدى لدفع كتير من أفراد التجارب للانتحار والجنون الدائم. ففضلت نشاطات MK Ultra مستخدمة لغاية سنة 1973، لغاية ما ريتشارد هيلمز مدير وكالة الاستخبارات المركزية وقتها صدر قرار بإيقاف استخدامها خوفا من فتحهم أمام العامة، وبعدها تم تدمير جميع الملفات بصورة نهائية واختفت كل حاجة عن MK Ultra. طيب احنا ازاي عرفنا الكلام ده كله؟ خطأ واحد وقعوا فيه فضحهم كلهم، وهو ان تم إرسال مجلد واحد لعنوان مكتب خاطئ، كان المفروض يتبعت لمكتب تابع للCIA كان هو المسؤول عن تدمير الملفات دي، وبعدها تم فتحهم بموجب قانون حرية المعلومات عن طريق الصحفي جون ماركس، وساعتها حصلت بلبلة كبيرة جدا عند العامة، واتفتحت تحقيقات في الكونجرس ولجنة الكنيسة، والكونجرس أصدر قرار سنة 76 وضحوا فيه إنه كان في مشروعين، واحد اسمه MK Ultra وده اللي اتفضح، والتاني اسمه MK Delta وده اللي المعلومات عنه قليلة شوية. وما خفي كان أعظم، وإنه تقال إن ده كان بيستخدم للمساعدة في التحقيقات، والموضوع اتلم وتردم وشكرا. لسه اللي عندنا مخلص لو متحمسين للجزء الرابع اللي متبقي فيه كوارث عن التجارب غير طبيعية، اكتبوا لي في كومنت في انتظار الجزء الرابع. وما تنسوش ضروري تشتركوا في قناتنا على تطبيق تيك توك، هتلاقوا اللينك تحت في الشرح، وعشان تعرف أكتر اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس ودينا لايك تقديرا منك لمجهوداتنا، وشرفونا بالتواصل معنا على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك، وشوفوا الحلقات اللي فاتت. كل أمنياتي للجميع بالنجاح في الحياة. أنا كريم العدوي، إلى اللقاء في حلقة جديدة.